السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أخيط دمية تيلدا بالقماش لكن بلون البشرة الداكن، واعتبرها جميلتنا السمراء، لأن الجميل أن يكون لكل فتاة دمية بلون بشرتها، ولأن البشر مختلفون، فمنهم الأبيض والأسمر والأشقر، وليس من المعقول أن كل البنات يفضلن اللعب بدميات باربي الشقراء. بالعكس، حلو لو تمتلك الفتاة دمية تشبهها، سواء كانت الفتاة بيضاء أو شقراء أو سمراء. ونلاحظ كثير بعالم صنع الدميات اتجهوا للتنوع بصنع دميات ببشرات مختلفة، وصار له قبول أكثر عند الأطفال والفتيات. باترون الدمية وباترون الفساتين راح تلاقونه في صندوق الوصف. اخترت لونين من القماش، لون بني بلون الشوكولاتة، واللون الثاني أي لون تفضلونه. وبالنسبة للون البشرة تقدرون تختارون أي لون تفضلونه أنتم، سواء أبيض أو بيج أو بيج غامق أو بني فاتح، هذا يرجع لشخصية الدمية اللي راح تخيطونها. ودمية تيلدا ليست لعبة أطفال، لكنها دمية داخلية وعنصر من عناصر الديكور المنزلي وعمل من الأعمال الفنية اليدوية. تم اختراع دمية تيلدا في أواخر التسعينيات، أي عام 1999، من قبل الفنانة والمصممة النرويجية توني فينانجر، وكان عمرها 25 سنة، وفتحت متجر لبيع الدمى بنفسها، وابتكرت أثاث للدمية وملابس، وأصدرت كتابين، وباعت الكثير من الدمى والبترونات وغيرها، وبالتالي دخلت صناعة الدمى المصنوعة يدوي للعالم. ترتدي دمية تيلدا ملابس من القطن، ولها جسم نحيف وأيدي طويلة ووجه مضحك وعيون سوداء صغيرة وحمرة خدود فقط، وتحشب القطن، وممكن حشو أسفل جسم تيلدا بالملح الصخري المعطر بالزيوت العطرية أو أي نوع من الحبوب أو بقايا القهوة الناشفة حتى تجلس بسهولة، وممكن إضافة بعض الروائح العطرية للقطن مثل زيت اللافندر العطري أو زيت القهوة العطري أو أي زيت تفضلونه. أما ملابسها فأغلبها تكون قطنية، أي ريفية أو فنتج، ويكون فيها الكثير من الكلف والكشكشة والطبقات، لكنه أغلب الوقت يعتمد على الشخصية المخيطة من أجلها. وممكن في ناس ما يفضلون شكلها، لكن يجب الاعتراف بالإبداع فيها، وإن كل دمية لها شخصيتها المميزة، ومو من الضروري تكون دمية تيلدا دمية يعني على شكل إنسان، ممكن تكون دباديب أو حيوانات أو زواحف أو قرود. وممكن تخيطون دمية تيلدا لأنفسكم أو تهدونها لأصدقائكم أو تعملون فيها مشروع تجاري من المنزل. وحلو تبتكرون في الدمية، مثلا ما تأخذون الدمية نسخ لصق، بل تطلعون مواهبكم فيها. وخياطتها سهلة، لكن هو المتعب فيها خياطة الأيدي، لأنها شوي صغيرة وصعب الواحد يقلبها ويدخل فيها القطن. فيها الكثير من الخياطات في برامج التواصل مثل الإنستغرام وبرنامج إتسي، متخصصين في خياطة وبيع هذه الدمية. ودمية تيلدا لها الكثير من المحبين، ويتم خياطتها بشكل كبير من قبل بعض الأمهات وربات البيوت الأجانب والمصممين والفنانين والشخصيات الإبداعية، وأصبح لها العديد من المنتديات والمواقع يتبادلون الخبرات والأفكار والباترونات بينهم.
بالنسبة لشعر الدمية تقدرون تستخدمون صوف ناعم وخفيف مناسب للشعر، أو تستخدمون شعر خاص بالدميات. وللأسف ما كان متوفر عندي الصوف الناعم.
حبيت أحط دمية تلدا في صندوق كهدية، وجميع الباترونات تلاقونها في صندوق الوصف بما فيها باترون تلدا وباترونات ملابسها. وحلو تحطون بطاقة للإهداء، والورقة الثانية المفروض يكتب فيها التفاصيل، مثلا أنواع الأقمشة والقطن والمواد المخيط منها الدمية. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل وغيرها. مع تارك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.